زون ميكست. رجعنا لكم من جديد في زون ميكس، متواصلين حتى الأربعاء متاع العشية. ضيفنا خالد المولي، نبدأ معاه موضوعنا الأول اللي هو مقابلة البارح في تشامبيونز ليغ الإفريقية. لكن خالد قبل هذا يقول لي أني صاحبيني في البورتخين سيدو تيتر، فهل لي بطولة ولا كأس؟ قلت كأس تونس مع النادي الإفريقي سنة 2000 ضد النادي الصفاقسي. ضد النادي الصفاقسي النهائي. واضح. باهي خالد، أكيد تفرجت المقابلة متاع البارح متاع إسبيرونس. قبل ما ندخل في التفاصيل عموما، كيف شفت الماتش؟ الماتش كان باش ناخذوهم من الكوتي ريزولتا، الكوتي يعني ريزولتا بوزيتيف، باش ناخذوهم من ناحيه ال يعني تتعمق توسكي التكتيك وكل شيء. ترى تلقى لي ترجي نجاح جنرال ما في المهمه نتاعو. التوقع ممكن الحاجه الوحيده اللي ما صغلهاش للترجي هما لي سيركونستانس دو ماتش اللي كانوا في صالحه، انك تتقدم في 45 دقيقه وتكمل الشوط رابح، انه المنافس يلعب ناقص بريسك اكثر من 35 دقيقه ولا 40 دقيقه، انك تكون مهيمن على الماتش وكنت نجم تحسم الامر من المغرب. هذا الكل يقعدون بعد نحكم عليهم اسكو هما في صالح الترجي في وقت بعد ماتش الرتور، اسكو الترجي عمل لهم بون جيستيون وعرف كيفاش يخرج من الماتش كان في يده، والا ضيع على روحه ممكن حظوظ اكبر للتتويج في المقابله نتاع الاسبوع القادم. بي شو بدي احكي على الماتش، نبداو بالتشكيل. تشوف التشكيل اللي بدات المقابله هذيك كانت الانسب للبدايه لبدايه الماتش، خصوصا كان فما شويه دوت في الدربالي المسكين كيف الخنيسي لوكوزا. لا نراها التشكيله المثاليه الحقيقه. سامح يقعد جور ديكسبيريونس في الماتشات هذوما، تسحق الملاعبيه المنتين سامح الدربالي وخليل اللي لعبوا الماتشات الكبار هذوما واللي يعرفوا اش معناها البريسيون واللي يعرفوا كيفاش يعديوا لي مومون فورم تاع ليكيب ادفيرس. وسط الميدان كيف يعني ما فيهش اشكال. الكومبوزيسيون هذيك نتاع التريو كوم كوليبالي شعلالي بارابور يعني ماتش على الاكستيريور واللي فريق يلعب بالعرض ويستحق برشا، تستحق دان تروازيام ميليو ديفونسيف اللي كمام يسكر لك لي زانترفال بالعرض. القدام كيف بلايلي سوليد وباس بدري كيف ممكن لوكوزا اللي الحقيقه مفاش شويه كانت اي بلوز او موان، هذا مضم على ديتال يعرفهم اللي طرفان اكثر من الملاحظين والناس تفرج من برا، هما يعرفوا شو هما الكاليتي نتاع لوكوزا وشنو هو نجم يعطي. على كل هو ان با دي ميريتيرو، حتى على الانسومبل دو ماتش عمل لنا ترافاي تكتيك انور جري قلق، لكن اثرت ماما ممكن ترجي في وقت المؤقت كان يستحق لاعب avec d'autres qualités surtout وقت اللي الترجي متقدم والوداد ناقص، وقت ممكن يستحق الترجي بلاعب اللي ان جوار دو سيرفاس اللي خاطر الترجي وصل اللي عمل لي ديكالاج اللي تيرو طلعوا لي سنتر كانوا موجودين، لكن وقتها ممكن كان ملاعب اخر في بلاس لوكوزا يعطي البلوس اكثر. رغم اللي برشا من حبة الترجي حاصرة، وانت قلت انت زي قلت كنا الاسبيرونس كان تنجم تفوز بالمقابلة، لكن حنعطيك شوية احصائيات. الوداد متفوق في الاحصائيات، مثلا البوزيسيون 57 للوداد 43 للترجي، تسديدات على في المرمى 4 للوداد 3 للترجي. كيف ممكن الركنية الترجي عنده 6 الوداد 2، تفوق في الاحصائيات هذه، لكن ظهر لي كما قلت لك الاسبيرونس كان اقرب للفوز. اكيد هني قلت لك لي سيركونستانس دو ماتش كانوا في صالح الترجي 100%. ومن شي اخرى الوداد الحقيقه انا تبعته برشا مقابلات، يمكن لعب اسوء مقابله لي الموسم هذا، ما عرفتوش ان الوداد لعب ياسر الكره الطويله، فما تحس اللي فما بريسيون انورم على الملاعبيه اللي هما في العاده دي جوار تكنيك واللي يعرفوا يتحكموا في الكره، لكن على الماتش تاع البارح عملوا عندي شي تكنيك انار. ممكن هذا اللي زاد الميريت نتاع الاسبيرانس اللي الوقفه نتاعو كانت باهيه، الزون دو ريكوبيراسيون كيف عرف يقلل المساحات لعب افيك يعني ان بلوك تري كومباكت، وهذا ممكن الشيء اللي جاب برشا واللي عجبني برشا في الترجي البارح سور لو بلان تكتيك بثلاثه. خاطر من بعد انا ريت حاجه اخرى، كيخرج سعد بقي كيخرج فرانكوم
وهبط سعد بقير وقتها البداد لقى اللعب متاعه هو أديس خطر لقى ليزانترفال العرض متاع التيرا ولا مهوش مكادري كم يلفو دونك مش نجيك بعد شوية للتغييرات خالد. هذه رؤيتك الفنية للمقابل، نسمع رؤية معين الشعباني شنو قال بعد المقابل. يظهر لي الحمد لله ساعة نقوله على البرستاسيون متاع الأولاد بون تفرجنا في المليح في الـ في الـ في الكيب ادفيرس. انا نحب نشكر برشا اللاعبين اللي كانوا ابليكي. تعرف تنجم انت تحضر ماتش نتاعك، تحضر الخطه نتاعك، كي عندك كره كي ما عندكش الكره، كي تبدا ما فماش ابليكاسيون من الاولاد ما يتعدى حتى شيء. دونك ميريت يرجع عليهم، هما كانوا كونسونتري بيان ابليكي وبيان ديتيرميني، موتيفاسيون كانت موجوده. خلينا نقول لك مازال ما تلعب حتى شيء، مازال ماتش روتور، سورتو عندنا 3 جوار غايبين. ما عندنا ثقه في ملاعبيتنا الكل، شفتوا عملناه الغابوا زوج جوارات في الـ في الـ في الفينال وتعدينا المرحلة هذه. خالد معين يبدو أنه راضي على اللي قدمهم لاعبيته في المقابلة. لا لا، هو السؤال أنا قلت لك سو لو بلان تكتيك على الانسومبل دو ماتش، تراجع عمل ماتش كبير والتكتيك مون سورتو جوست نقعد البوان نيجاتيف اللي ما استغلش كيما قلت لك الظروف نتاع الماتش اللي كانت في صالح الترجي، انك تتقدم مع الاكستيريور، انه المنافس نتاعك يلعب اديس، انه المنافس نتاعك ما يكونش في نهار باهي. دونك هذوما كان نجم يستغلهم الترجي. كيفاش يستغلهم؟ تشوف كان فما تغييرات تكون اخرى معناها؟ ممكن التغييرات لو حاول معين انه بكري شويه يعطي دو فريشور، على خاطر في الربع ساعة الأخرانية سورتو ظهر لي الوداد سول بلان فيزيك، وهذا عادي انه يتيح بويسك اللي جراو برشا. رينا الوداد البريسينغو اللي عملوهم اللي بدا الماتش هذا يخلي دي سيكيل سول بلان فيزيك، وزيد يلعب 10 بريس 40 مينوت. دونك سي نورمال اللي في العشرة دقائق وال15 الاخرانيين ال15 دقيقه الاخرانيين باش تلقى المنافس نتاعك طاح فيزيكمون. اون بلوس الترجي شد الكره دوزيام ميتان، دونك يعني تعبوا بجري ورا الكره. دونك في ممكن يظهر لي لو التغييرات كانوا بكري شويه يعطي فريشور اكثر نفس الاسامي اما بكري والاسامي الاخرين كلها. لا نفس الاسامي، الهوني باغ اكزومبل في 2 مينوت لعبهم عمل ساعه، عمل اكسيون دان بوت كلير كانت، فهمت؟ وريك الفريشور بارابور لادفيرسير ديريكت نتاعو، خاطر الوداد في اثر تماما خذا برشا ريسك فوز البنزرتي انه ما قعد يلعب بالاربع المدافعين نتاعو، زوز لاعبي وسط دفاع وسط ميدان دفاعي وبرك ثلاثه في الاتاك قعدوا مع الفريق، يعني حاول هو بيدو فوزي باش يرجع في المباراه. هذا ممكن اللي كان ينجموا يستغلوا الترجي سورتو العامل البدني، انه الوداد فيزيكمون في الربع ساعه الاخرانيه تحس اللي فريق ما عادش هو سي نورمال، فريق اللي يلعب 10 في فينال مع ستريس برشا حاجات برشا عوامل يخلوا الفريق يطيح فيزيكمون. هنا ممكن ترجي لو حط العب على العامل هذا الفريشور فيزيك نتاع سورتو لي زاتاكون كان ينجم على الاقل يا يسجل هدف ثاني يقتل بيه الماتش يستحفظ على النتيجه، خاطر حتى 1-0 تقعد نتيجه مهمه برشا. قلت لي يدخل هوني، ما كانش كوني كان ينجم يدخل هوني لا تغييرات صحاح. انا ذولي ما كان البلايلي، البلايلي كان يقدم في ماتش مش خايب بارابول البدري ولا متفهمين. انا قلنا وقتها حشنا بانجوار اللي فيزيكمون عنده الفريشور اللي باش في الان كونترا ينجم يفسخ ويتعدل. بلايلي عملها ماش تكتيك كبير برشا، المرات القليل الرال البلايلي تريز ابليكي ديفونسيفمون سورتو، ما ريناش الجهه اليمين نتاع الوداد اللي هي الجهه القويه عامله تختار يعني على 90 دقيقة. هذا اللي يخلي ممكن الدور الدفاع اللي قام فيه اللي قام به البلايلي يخلي فما استنزاف القوة البدنية اللي ما نجمش وقتها ياخذ الكورة، وهذا مرينا في برشا مناسبات وقت اللي ياخذ الكورة ما عندوش فريمون الفريشور باش ينجم يكون البلايلي اللي نعرفوه في الان كونترا قوي. دونك وقتها الهوني بار اكزامبل جوان جوار تري تكنيك تري رابيد مع انه المنافس طاح فيزيكمون كانوا يعطيو دي سوليوشن كبار. الخنيسي كيف كيف ولا جويني، ممكن انا كنت نحب جويني خاطر في الوقت هذاك ممكن الترجي وصل بلي لاتيرو بور لي سونتر كل شيء، ممكن يستحق ملاعب اللي على مستوى البنيه الجسمانيه بريمو عنده لي كاليتي باش يضرب بالراس، ودوزيام يعني اون دوزيام ليو اللي يعمل شارج فيزيك على المدافع
المدافعين. ما تو هذوما الكل يقعدوا في الماضي. المدرب كيبدا على يعني هو اللي عنده القراءه اللي ممكن ما راهوهاش احنا، لكن على الانسامبل تقعد نتيجه ايجابيه 1-1 في نهائي. ممكن في ظروف اخرى كان الترجي ممكن ما يحققش نتيجه كيف هذه، لكن تقعد نتيجه مهمه يبني عليها المقابله نتاع الايام. قلت لي كنت تشوف البلالي يخرج، انا هو خرج في اخر دقيقه من المقابله، عمل لك رياكسيون خايبه. مالك كان خرج قبل شنو يعمل معنا في 67 طوم في الموسم صعيب شويه لعبت معاه انت خالد. صحيح نتفهموا اللي هو شو ماهوش مقبول باش نبداو واضحين، لكن ساعات تفهم اللاعبي اللي في فينال ويحس في روحه بتاتر يحس في روحه وينجم، لكن فما ظروف اخرى يراها ولا عين اخرى يرى بها المدرب الامور. دونك ايفيتي سو جونر دو رياكسيون من البلايلي، خاطر كمان الناس تتفرج من فينال ويلعب في فريق كبير. ما الحقيقة أنا منحبذش سو جونر دو رياكسيون من اللاعبين. رغم أن فهم مدربين يحبذوا اللاعب كي هكا يقول لك يحب عندما يحب يلعب يحب يعطي يحبوها روح في اللاعبين. الناس كل اللاعبين الكل يحبوا يلعبوا، ما ساسفي با هكا قدام الناس تغزر واحد. فهمت نجم تحكي أنت المدرب نتاعك في فيستير حد ما راكم، لكن لي رياكسيون هذوما يراهم العباد كمام سي مال فيو. أنا ريتها باهي نواصلوا مع التصريحات تاع بعد المقابله، نسمعوا شنو قال معز بن جريفي. ان شاء الله قدرت ربي معناتها واحد يطمح باش يتوج معناتها باللقب الثالث ليه والغابه على جمعيته. الحاجه باهي اللي نحن نلعبوا في موسم استثنائي، موسم مئوي لجمعيتنا في ظرف 6 شهور معناتها نلعبوا زوج نهائيات، حاجه كبيره برشا بالنسبه لاي لاعب بالنسبه لجمعيتك زاده. عملنا خطوه توا كبيره للتتويج، في نفس الوقت مازلنا ما عملنا حتى شيء. نلعبوا ضد فريق محترم، نلعبوا ضد مدرب كبير، يمكن معناتها الوداد باش يجي تونس ما عنده ما يخسر. لازمنا نحن ناخذ احتياطاتنا ونحضر مقابلتنا كما يلزم، سورتو من ناحيه ذهنيه نابتو ساقينا في القاعه. ان شاء الله قدره ربي باش نكونوا متواجدين. اللهم شاء فعل هذيك الكاتبه كل شيء. ان شاء الله قدره ربي معناتها واحد اصحابه يفرحوه ويفرحوا الجماهير التونسيه الكل اللي تستنى في فرحه كبيره، سورتو معناتها في كره القدم معناتها الحاجه اللي تفرح الشعب التونسي. كان ينجم يتفاداه خالد معز الكارتون. وي كان ينجم يتفاداه، ما تحس اللي فما زاد فوكاليزاسيون عليه على وعلى كلكو جوار. كي ترى السفر اللي خذاها بار اكزومبل البلايلي، قلت البلايلي شعلالي، تفهم اللي فما كمان فما عين عليهم، فما يعني ترصدوا فيهم الملاعبيه اللي عندهم. الاربيتر كان قصدهم عليها خالد؟ لا مش قصدهم، اما كمان عنده فكره. وتعرف انت راهم ليزاربيتر يحضروا الماتشات نتاعهم ويعرفوا الملاعبين شكون اللي عندهم افيرتيسمون، فما نوع من الحسابات. فهمت معز كان نجم يتفاداه، فما نهي خايبه غيلان ريتها قاسيه شوي. فهمني معز كان نجم يتفاداه اونفان ميريتي الرياكسيون نتاعو، علاش تبعت في الكوره؟ كان نجم يخليها ويلعب حتى يلعب بالاربيتر مش سورتو كي نبع عليه مره واثنين. ما شوف من بعد الملاعب يبدا سور تيران راهم نجم فما حاجات ما يحسبهمش، يبدا تلمو كونسونتري تلمو يتخمر ينسى. لا مش يتخمر، مش تخمر مش ينسى، لا عنده حاجه يخمم فيها ساعات ينسى ينسى الباقي، ينسى اللي هو عنده فيرتيسمون. كيما ملاعبي عنده فيرتيسمون ويعمل دوزيام فوت، كيما الملاعبي نتاع الوداد باغ اكزومبل مالغري اللي هو جوار ديكسبيريونس 37 عام عنده اكسبيريونس كبيره ياسر وانترناسيونال كل شيء. افيك سا ساعات في التيران تو كالكول با يصير المحظوظ. تبعت شويه باتشن تاع اسبيرونس البارح، الاراء تقسمت خالد. فما شكون كان يقول معين كان نجم يجازف ويحسم اللقب من المغرب، وفما شكون يقول كان فما ايكيليبر معناها ما لازمش يمسوا بالتغييرات الهجوميه. وانت قبل كنت تحدثت شويه على خروج كوم ودخول سعد بقي. اي با هو شوف يعني في بعض الاحيان اللي فما ريسك لازمك تاخذه. فهمت ظهر لي الريسك خذاه فوزي البنزرت البارح، رغم اللي هو اديس خذا الريسك انه يرجع في الماتش، والترجي ما استغلش هذا، خاطر فما ساعات الريسك اللي هو ريسك يعني باش ينجح ولا باش يخيب. من ناحيه فوزي خذا الريسك ونجح، ومن ناحيه اخرى نجم نقولوا فوزي تفوق على معين في الحوار التكتيكي بيناتهم. لا لا ماهوش حوار تكتيكي، هو بريتو الملاعبين بعد هما اللي باش هاني قلت لك هو ستار ريسك، كيما الملاعبين نجحوه كيما ما ينجحش. فهمت جوست فوزي كان خاصه 0 كان نجم يخسر 2-0
وهذا اللي ما استغلوش الترجي. والترجي ملعنا زيرو، كان عنده دو فاريتي انه يا يستحفظ يسجل الثاني، وما حصلش حتى واحده منهم. دونك اللي يظهر لي في الاخر الريسك اللي خذاه فوزي المزارتي خليه يحيي للامال نتاعو في المقابله نتاع الرتور باش تكون صعيبه برشا. واحد من اللاعبين اللي قدموا مقابله باهيه البارح، باش ما نقولش مقابله كبيره، شمس الدين الذويد، نسمعوا شنو قال بعد المقابله. مباراه باهيه، ظهر لي فينال ما نجمش يكون خير من هكا. عملنا ان بو ماتش بالنسبه لزوز لدوز ايكيب. ان شاء الله في رادس مازلنا عندنا 90 دقيقه، ان شاء الله نعملوا ماتش باهي في رادس ونتوجوا في بلادنا ان شاء الله ونفرحوا الجمهور ان شاء الله. شمس الدين، حكينا مقابله رادس، كيفاش تشوف انت خالد مقابله الاياب؟ شكون صعيبه، شكون صعيبه على المستويات الكل. ساعة الوداد ما تصورش الوداد باش يكون اخيب من المقابله نتاع نتاع البارح، هذه نقطة. سكوندو اللي الترجي باش يكون عليه ضغط زادة، الضغط ممكن اللي كان عليه الوداد البارح باش تعدل الترجي في المقابلة نتاع اليوم، انه يلعب قدام جمهور ومطالب هو باش منشيره يستحفظ، لانه 0-0 الترجي نجم يفوز باللقب. ومن شيرة عنده اون جيستيون تاع ماتش اللي فريق سوكيسور باش ياخذ فيهم دي ريسك، وريناها الوداد البارح ب 10 ملاعبيه، يعني عمل من ميتان ان دوزيام ميتان على الاقل محترم، وعمل فيها على الاقل ثلاثه ولا اربعه فرص كبار. دونك المعادله باش تكون صعيبه برشا، سورتو كون الترجي باش يفقد ملاعب ينسان جوار كلي اللي هو غيلان شعلالي، خاطر بغيلان عندك بلوس دو فاريتي تكتيك، يا تلعب بالثلاثه هذاكم تاعك، واللي حسب رايي انا ديما ترجي يكون سوليد اكثر بالثلاثه ملاعبيه في الوسط، والفاريتي هذه يعني شانجابل، تنجم يعني غيلان يعطيك دو سوليسيون اللي نجم يمشي للكولوار، نجم يكون هو تحت المهاجم في وضعيات على شكون معناها في وضعيات اللي انت لازم تستحفظ فيهم. علاش خاطر نقول لك علاش لازم تستحفظ؟ خاطر ترجي 0-0 هو هو معناها تشوفوا كان يبدا بالتريو هذاك نفسه كوم كوليبالي غيلان في الروتور، لو كان مش الانذار على فور بوسيبل يكون انجح، رغم اني مطالب صنع اللاعب ترجي في تونس ولا لا، حتى بالفاريتي هذه ترجي يصنع اللاعب، راهو وريناه البارح دوزيام ميتون صنع اللاعب، وفي برشا مناسبات النجم يصنع اللاعب، وميم تان يكون عندك بلوس دو سيكوريتي على المستوى. ضحي بسعد بقير اللي متالق في المقابلات الاخرى، وكيف كيف النهائيات ديما نلقاوها سعد بقير في دي سيركونستانس. الموسم الفارط ترجي كان مجبور انه يربح الماتش، هذاك علاش كان سعد موجود من الاول، خاطر باش يعطيك اكثر ممكن بروفوندور، ممكن ريناه في البونتو الاولاني كاس تتذكر ضد الاهلي في البونتو الثاني، كيفاش هو اللي جاي من تادي وكمل الاكسيون. دونك في وضعيات، هذه الوضعيه هذه مختلفه على الوضعيه نتاع النهائي نتاع الاهلي. نتاع الاهلي الترجي كان مجبور اللي هو من الدقيقه الاولى باش يمشي لقدام ويسجل، دونك لازم يحط لي زاتو نتاعو، يحط لي زوتي اللي يلزمه باش يمشي لقدام. في الوضعيه هذه لا، الترجي نجم يستحفظ قد ما ينجم، ومام تاعو ينجم يوصل لو كان مشيتش ريزلتان نقولوا وقتها يولي نجم يكون هذا ام بلان بي. توا بالوضعيه هذه ينجم الترجي ينجم يستحفظ على الفرد، يعني نفس الكومبوزيسيون تكتيك بثلاثه، لكن الشانجمون ما باش يكون ما بين حسب رايي ما بين مسكيني وسعد بقير، كان باش يكون سعد بقير، كان باش يكون سعد بقير باش يكون اون 4-2-3-1، كان باش يكون انت شكون تفضل لو كان كنت بلاصه معايا؟ هو اللوجيك باش يكون سعد مي افيك دي كونسين، لوجيك باش يكون سعد حضر معناها فوالا باش يكون افيك دي كونسين، ونجم الترجي ينجح زاد بالكومبوزيسيون هذايا. لكن انا حسب مريض عشان ديما نرجع لك الربع ساعه الاخرى نتاع الماتش البارح، وقت لي ولا 10 دقائق وقت لي هبط سعد بقير ونقص واحد من لي دو ميليو ديفونسيف، وقتها كثروا لي زانترفال ما بين لي ميليو تيران تاع الترجي الرياضي التونسي، وقت الوداد لقى لي سوليسيون في الانترليني، وقت عمل دي زوكازيون نذكروا منهم زوج ثلاثه في اخر الماتش اللي كانوا ينجموا. ما كانش صحيح معناها خروج واحد من الثلاثه ملاعبيه اللي كان في الوسط، لو كان بيدي انا نستحفظ هكاك
ويمكن الشونجمون يكونوا القدام وبكري باش نعطي خاطر كيما قلت لك تلعب على الفريشور فيزيك نتاع سورتو نتاع المنافس نتاعك اللي ريناه يعني استنزف القوة نتاعو لكل الوداد في يعني على 70 وال 75 دقيقة دونك سي نورمال اوتوماتيكمون باش يكون باش يتيح العامل البدني نتاعو وقتها ممكن الترجي كان نجم يستغل هذا لكن شوف كيما نقولوا راهو هذا تيوريكمون بعد سور تيرا نحبوا نكرم لاعبي هما لي زاكتور هما اللي نجحوا سواء السيستيم ولا لي ريسك اللي اخذهم المدرب في المباراة. بيه الواحد واحد شوفه في صالح الترجي الوداد خاصة انه برشا شفتهم البارح قعدوا وزع عالم سيناريو ماتش الاهلي اللي كنت موجود فيه انت واحد واحد في الفينال 2012 ظهري. اي صحيح 2012 وبرسك لي ميم لو ميم كونتكست في 2012 اذا كنا نجموا نحسموا الامور من مصر مالوريزمون بعد ممكن سوء الحظ خلينا نقولوا اللي الظروف الكل كانت غير مواتشة بالاصابه نتاع يوسف بالاصابه نتاع مجدي بال لي دو سسبنسيون نتاع افول وسامح زيد الاهلي تحبوا لا تكره الاهلي ان غراند ايكيب في الوقت هذاك دي جوار اللي عندهم الاكسبيريونس وعندهم دي سوليوشن كبار ياسر زيد احنا ما كناش ساعه في لونتام كوميل فو دونك فما عوامل كي يتلموا يخليوك تعدى اترافير دونك الرالي ماهوش الحقيقه ماهوش لو ميم ادفيرسير الاهلي وقت خير من الوداد هذايا لكن كان الترجي البارح كان قدام فرصة كبيرة انه يكبر بصفة كبيرة ياسر في الحظوظ بالتتويج توقع توا على مقابلة 90 دقيقة كل شيء نجم يصير فيها كما لما الشانس نجم يكون حاضر نجم يكون لاعبيتك ولا الجوار كليم تاعك ماهمش في نهار كبير نجم يكون المنافس زادة في نهار كبير نجم برشا فما عامل الحظ برشا حاجات يخليه الترجي حسب رايي كان نجم يستغل اكثر المباراه نتاع البارح. حكيت قبلك على غياب غايلان بقيت الغيابات كيما الزوادي وكذلك معز سيرتو نعرف رامي مش حاضر بالكدا ممكن يكون عليه جمل في الماتش الروتور تشوف يقلقوا الغيابات هذم اكيد شوف علي جمل ما غير ما نقصوا من القيمه نتاعو ما مشى لقى روحه كان علي جمل ولا حتى رامي عنده مده بعاد على على حراسة المرمى وفي نهائي اللي تحب تكرب شكون عليه مسؤولية كبيرة مش يروح غير شمس الدين ذوادي كيف كيف جوار كلي سورتو لي بلان لكن المعوض نتاعو ديجا عنده يعني اون بون اكسبيريونس مع الفريق في الموسم الفارق محمد يعقوب ولا يعقوبي وديجا ورا وجهه باهي ونستحقوا الترجي حتى في المباريات نتاع الموسم هذا وان يكون يعقوب موجود ويعطي المردود اللازم معز في الفورمه اللي فيها توا ما نتصورش اللي للزوز حراس معاهم عندهم نفس الفورمه هذا اللي هذا اللي قلق لكن يقعدوا ديما عندهم ناس كل عندهم ثقه فيهم سورتو رامي جوار ديكسبيريونس اللي نجم يخرج ماتش في ظروف كيف واضح متواصلين بعد شويه في زون ميكس حتى ربع نتاع الشيء لكن كالعاده ما تفهموش وقت الاخبار مع اسمن مدوب بعد راجعين.